في شأن آخر، رحبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحبت بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تامارا فوتيتش في بلدها الثاني مصر. من جهتها أعربت السيدة فوتيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل قلعة للفنون والمعرفة في الجمهورية الجديدة. كما أعربت السيدة انتصار السيسي عن تمنياتها للسيدة الأولى لجمهورية صربيا بلحظات سعيدة في مصر، وبالتحديد في الأقصر التي تزورها لأول مرة.